معالي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني يكرم الفرق الرياضية التي أحرزت المراكز الأولى خلال دوري الوزارات والمؤسسات الحكومية للموسم التدريبي 2021. قيادة الحرس الوطني حريصة كل الحرص على دعم الرياضيين ورفع مستوى اللياقة البدنية لمنتسبي الحرس الوطني، حيث تعتبر الرياضة هي ركيزة من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها التدريبات العسكرية. وفي هذا الصدد أود أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير للجهود التي يقدمها فرع الاتحاد الرياضي من دعم ومتابعة الفرق الرياضية خلال مشاركتكم في جميع المسابقات المحلية والدولية للموسم 2021.